كابتن هيثم، يعني برحب بحضرتك وكل مشاهدينا الكرام. يعني معانا احد ابطال اليوم النهارده او ابطال النادي الاهلي اللي ساهموا في انجازات كتير، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. يعني الف مبروك يا فندم الفوز النهارده والاقتراب من بطوله الدوري، والف مبروك الفوز والنجاحات المتتاليه لكل الالعاب في النادي الاهلي. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي وطبعا الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، هم الابطال النهارده باذن الله. وقبل كل حاجه بقول هارد لك لنادي الزمالك، قدوا مباراه طيبه جدا. وفي نفس الوقت الاول ببعت التحيات للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو، وبقول الحمد لله. يعني الاستوديو بتاعنا وشه حلو اهو على الالعاب، امبارح كره اليد السيدات، والنهارده في الاسماعيليه الكره الطايره للرجال، والانتصارات بتتوالى كلها طبعا بنهديها لجماهير الاهلي العظيمه. ونتمنى من الله ان هو يديم نعمه الفوز ده علينا، اللي هو احنا دايما كاداره نشاط رياضي داخل النادي الاهلي بنسعى ليه، لان احنا لا يرضينا الا المركز الاول. كل ده بتوفيق ربنا باذن الله، فالف مبروك للجميع. كابتن رؤوف، يعني انتوا دايما معودينا على الفوز وكده، بتخلونا كمان نطمع في حاجات اكتر واكتر. يعني تقول ايه للجمهور النادي الاهلي في الفتره الجايه وبقيه الالعاب ان شاء الله لغايه نهايه الموسم؟ شايف ان شاء الله البطولات ايه اللي في المتاحه للنادي الاهلي ان شاء الله يفوز بيها وفرح جمهور؟ بقول ان البطوله دي غاليه علينا قوي، لان البطوله دي غائبه عن خزينه النادي الاهلي من 4 سنوات. احنا يعني يمكن الكره الطايره للرجال دي كانت بالذات على مدار حوالي 20 سنه او اكثر من 25 سنه كانت الانتصارات هي عنوانها، وبطوله الدوري كانت البطوله المفضله لدينا بالاضافه للبطولات العربيه والافريقيه. فيعني هو الوضع اللي كانش طبيعي اللي هو غياب هذه البطوله خلال ال4 سنوات اللي فاتت. فعوده هذه البطوله بدايه عوده هذا الفريق للانتصارات، اللي بنتمنى من ربنا انه مش عايزين نسبق الاحداث طبعا. وده الكلام اللي قلناه للعيبه، باقي لسه لقائين باذن الله ربنا يكرمنا فيهم، وبعد كده على طول الاستعداد لبطوله افريقيا اللي هننظمها في صاله الامير عبد الله الفيصل. فالفريق هيستعد بالسفر المعسكر لبولندا، لان زي ما بقول صحيح بطوله الدوري هي بطوله مفضله، ولكن احنا بنسعى لبطوله افريقيا باذن الله اللي هننظمها ان احنا نفوز بيها ايضا عشان نهديها ايضا لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. شكرا يا فندم، اتمنى لكم دوام التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، متواصلين مع حضرتك ان شاء الله في لقاءات اخرى متتاليه.